التي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. أجواء جميلة قبل كل شيء، اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة، حديث للاعبين. يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. من ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة، الصورة المعتادة 90,000 خلف الفريق الكتالوني. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. ممتاز في التمرير، كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. مهارة غير عادية تظهر هنا، لمسة داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة للجانب الأيمن، لديه حلول كثيرة الآن. شاكا يعود بالكرة لخط الوسط، يلعب رمية التماس، جورجينيو عند المساحة الخالية على الطرف، أوديغارد اعتراض رائع للكرة، يلعب كرة على اليسار، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي، انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. فرصة خطيرة هنا، كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. شاكا، وكأن الفريق لا يقدر على صنع الفارق أو تحدي منافسة في مثل هذه الكرات. خلص الكرة، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. مارتينيلي، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بوسكيتس تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد، الآن بدون رقابة عنده فرصة كبيرة. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع، نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. جابرييل ماغالايس يبعد الكرة عن مناطقه، جوردي ألبا يقف بثبات، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يعود بالكرة للوراء، ساكا أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، كرة قوية جدا بعيدة عن الكل، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، الآن محاولة لرد الخطورة، تحول سريع في الملعب، ساكا، جابرييل مارتينيلي، وتسلل آخر،
سيتم التبديل الآن، وحاول ضخ دماء جديدة في الهجوم من أجل تسجيل الأهداف بكل تأكيد. زينتشينكو، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. محاولات هجومية قليلة جدا على المرمى، طبيعي تكون نتيجة سلبية. لا أحد يريد الهجوم، غريب جدا أمر هذه المباراة مع طبيعة أداء الفريقين على أرضية الملعب. واضح جدا التعادل المنطقي في هذه المباراة، الكل حذر وكأن الكل لا يريد الهجوم هنا، الكل متمسك بهذه النتيجة وبهذا التعادل. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. لمسة على اليسار، لعبة جميلة هنا. جابرييل جيسوس، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى ويتقدمون أخيرا في الشوط الثاني من المباراة. روعة الاستلام هي من أعطت الهدف مظهر جميل. لقطة لا تنسى، هدف سينمائي، لقطة خيالية وصورة فنية رائعة. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. كيسيب، ديون، يبعد الكرة إلى بر الأمان. برشلونة ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. استقبال جميل من جانب جابرييل جيسوس. الآن تأتي الفرصة من أجل حسم الفوز في هذه المباراة وتعزيز التقدم في آخر الدقائق. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. أرسنال يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. انطلاقاتها راح تكون مصدر خطورة في داخل الملعب بكل تأكيد. رامية جانبية لم تنفذ بشكل مطلوب. تمريرة جميلة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. جورجينيو، أوديغارد لوحده بمجهود فردي، تحرك والآن تهدئة الأمور حتى. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. مباراة كانت متأرجحة بين الفريقين، مباراة كانت تحتاج إلى شوية حظ، كرة عاندتهم في بعض الأوقات. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكرة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي.